بسم الله والحمد لله. ربنا اجعلنا دعاة السلام ومحبة ورئام يا رب. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ يعني يا ربي علمنا ايش مش يجرى فيكم، اخبرنا. وقال ليس شيء على حق ولا على ايمان، والنصارى بعرض لسانهم ويقولوا بعضهم، إذا كان قالوا يبعثهم وهذا يتم، هذا أعلم اللي هو واحد منهم على حقيقة. يعتبروا الله هو بحاجة إلى ابن، عزير ولا عيسى ابن مريم عليه السلام. انتهى الأمر، هذا في ضلالة وهذا في ضلالة. بتبيئة الأمر يولي عاد التهم يتراشقوا بها، هؤلاء يقولوا هذا ليسوا، هؤلاء ليسوا على حق، وهؤلاء يقولوا هؤلاء ليسوا على حق. الحق عندنا عند ربنا، اشكروه أن جعلنا ممن آمنوا بالحق وعملوا على ضوء الحق لكي يرضى عنهم الحق سبحانه وتعالى.